ها سالم نبه يا معاد يا القرب يا معاد يا القرب لا تنشل على جاني رجلي على القايد دايا مبريها رجلي اقواك يا افتخر بك الخلاني لك سبعة ما حد يقدر يغايها لك سمعة ما حد يقدر يغايها سعد الخوي لا غدا بالجو دخاني يقضي لزوما وغديها وعشيها يقضي لزوما وغديها وعشيها تقلط مجالي طمير عند بثاني ويسوق لك دالة لجلك مسويها ويسوق لك دالة لجلك مسويها يا خويا يا مسندي كان الله أحياني ما تاخذ إلا الجميلة وانت راعيها ما تاخذ إلا الجميلة وانت راعيها سلامتكم الله يهينكم يا الوجه الله يهينكم طالب حبه ونعم رجل الخوي نفذ اليد عشان نفذ الوجه ايوه عشان يشتغل بكل راحه حسين انت تسولف مع الدجاج ولا شو وضعك؟ ماني عيط ذي بلوكه عيط كمان يا طلبه اه ذي بلوكه والله كنت حبل لك مسمار خيمه انت قاعد الدجاج دقلت انت قاعد تسولف مع بصل يجمل ها تفضل الله ولا ايش؟ والله لو فضل البصل تجمع عين عشان كذا لبكي بس ما حلو زين اجل احتاج وقت البرايم ذا تعال بقول لك شيء بقول لك شيء ها ما عاد في ابراهيم يبشر ما عاد ايه؟ قول اوكي قول جاءت معذبتي جاءت معذبتي من غيها بالغصق من غيها بالقصب كأنها الكوكب الدري بالأفقي كأنها الدري الغهبي فقلت نورتي فقلت نورتي يا خير زائرتي يا خير شراوتي يا خير زائرتي يا خير زائرتي أما خشيتي أما خشيتي من الحراس في الطرق من الحراس في الطرق فجاوبتني فجاوبتني ودمع العين ودمع العين يسبقها يسبقها من يركب البحر من يركب البحر لا يخشى من الغرق لا يخشى من الغرق لا يخشى من الغرق لا يخشى من الغرق السلام عليكم الله يسعدك هذه فصحى فصحى الله هداك ان شاء الله حتى ترى عند سالم فصحى عندك فصحى يا سالم هلا به عندك فصحى فحصاء ليه يقول فحصاء وغضبتاه قال احمد احمد يا اروى والله ان انت تدخلين قالت والله ان انا ما ادخل احمد غبض وغبض احمد قدع المشده مشده احمد قالت وغارته وغارته غار الدجاج على ذي غارته مع الاتصال الو الو هلا والله يا حياك الله اول حاجه نبغى نوقف كلام تفصل ها؟ نبغى نوقف كلام للصلب شو قلت؟ والله اني ما اسمع شي اختي وش تطولي الصوت؟ الصوت واضح؟ الصوت الحين واضح اسلمي اول شي بنقول للصلب انك هذا مكانك وتقييم مكانك انت نجم ومبدع ومتالق حاتم ابدع طيلة هذه الايام ومنتظرين تكون احد المراكز لانك تستحق دقيقة يا اختي والله اني ما ادري شو اقول لك خليني اقرم السماعة يا اختي عيد الكلام لو سمحتي اول شيء نبغى نقول مصدرك ان التقديم هو مكانك الحقيقي تستحق وصولك النهائي منتظرين تتويجك باحد المراكز لانك نجم ممتع ابتعد في هذه الايام كلها ومنتظرين منك الافضل والاحسن لان نعرف ان عندك شيء كثير وتاكد ان فريق دعمك وجمهورك معك الله يسعدك يا اختي وبيض الله وجهك والله لا يهينك والله يا كلامك الحاله وسام على صدري جعلني والله ما عاد مش عندك 100 نقطه ما انتهينا له لا ابغى 200 من؟ ابغى 200 اخذي 500 خلاص 500 كلها لصلب المن؟ المن؟ لصلب لي انا؟ ايوه بيض الله وجهش والله لي هينش بس اذا ما لي بغيت توزعها لاخوياي إذا ممكن سكرات الله ليهنش أنا أمون عليكم إن شاء الله في 500 عمر يا كنترول لو سمحتوا الإعداد وزع لأخوياي خلاص
وزعوه على اخوياي يا الاعداد الله يلينكم بيض الله وجيكم يا اخوي يا اخوي انا مقدم الله يهديكم مقدم لا تضحنا مقدم مقدم يا اخوي مقدم ما يمدي اعطيها فلاك انتم فشوا قول لهم فشوا فيها سالفه الله يهينك بيض وجهك ايش صار الحين الله غسل الدجاج غسل الدجاج مويه تكفي اسمك هذي مالي حسين وين الاداء اللبس حق الطبخ شو يا سيدي لازم اي لازم سيفتي يا اخوي ترى مو نعطيك خصم لازم تلبس انا دربت غادي عليك ثوب بس عادي جيبها امسك ادري يطعمون طلع عليك ثوب بس عادي تعال والله مقدم يطعمون يضبطكم قم الله يهبل عليك انت شو نفسك طايح حتى لو تطيح ما جاك شيء قريب من قاع الله يرضى عليك قم شو نفسك يعني جاك شيء الحين حسين بما اني ثوب ذا مصر ما انفصله يا حسين ما ارضى الشفاء ارضى الشفاء شاري سياره انت اسلم يا حسين عطنا اي شيء في خاطرك شو مساعدك اسلم الله يعطينا السلامة ها؟ تكفى لاجر الصوت تكفى لاجر الصوت يا اخي حسين يستاهل تكفى لاجر الصوت يا الصف خله بس اعطني قصيدة يقول عشت الحياة اللي في الشر والخير خير صابر على جور الزمن والليالي الليالي جميع على قيد الصبر ماسك السير همي كثير وما له اول وتالي وتالي يا حلمي اللي راح كله تفاكير فاكير يا عزي نفسي ويا بري حالي هذي ضرب الصعايم مال هل المناعير والمحكمه اول قبل وقت القتالي تالي وراضي بحكم الله علي والمقادير مقادير والله تزين لي السنين التوالي توالي اشكرك يا حسين الله في البصل والطماط وقطع لعند الله يعطيك العافيه توالي شيء ما قطع مو تمام تمام سخيف حرك الماء سير رز 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 حسين تكفى حسين الماء اللي حرك قرب هو غسل الماء حر عليك سامع إيه قرب هو غسل أشكركم أشكركم جزيل الشكر يا أخواني المطاليق يا حمران العيون شو الله بس عادك إيه وراك شو بس عادك خرائد عندك نصيحة قصيدة أي شيء قدمه له أي شيء نصيحة عندي قصيدة المايك معك عندي يا حبيبي الله يا ابن حلال سالم قصيده سالم شله واجد قراك واجد خمس اكواب ولا سته يقولون ما للعبد بد على المقسوم وانا اقول صح ويقنع العبد مقسوما عليك الفرج يا الله يا حي يا قيوم إله عباده كلها تلتفت يمه أنا والله إنه يا رفيقي عداك اللوم أنا اللي علي اللوم في ذمتي ذمة أشكرك سلامتكم عليكم البصل والطماط والدجاج والرز طيب عندي بيت بس ممكن أذكره؟ عندك بيت؟ أي بيت ما عندك شقة؟ أسلم تفضل أسلم زاد فضلك يقول انا شلون انا كيف بحتاج النشامه من الاجناء وانا قضايه كبار اللوازم بني عمي بني عمي سلامتكم الله يسعدك ونعم ونعم انت تشتغل والله اني ما تعب الواب حلو النوب الله يسعدك الله يطول الله ما الايام بعد اذنك الصلاه في الاخر اشيل الحال هذا لا تطيح هذا لا تطيح لك عاد تبي شيء من لك تطور الى 10 خلاص انا وراك جمهور ترى راسين يقول يا ولد انا استاذنك حسين بروح بس بغسل يدين اوكي لكم يلا بعد 10 انا وراك الجمهور يكلموني يقولون لا عاد يغبون من البث نبي نجي والله نجي والله بس معليش ننزل الاشياء هذه لا سيفيك سيفيك هالسيفتي ذا يا جمهوري
تعال عشان تسكر قدر. يلا يلا عجل شباب لكم من العشرة. ما عرف تسكر قدر. بسكر بسكر تفضل يلا عجل عجل. يلا عجل. الو شباب لا تطولوا يا شباب. يلا. يلا بسرعة بسرعة. عجل طبعا ولا خلاص؟ عجل بس. خلاص؟ ولا تطولوا. نقعت الرز؟ لا الحين نقعت. سالم نقعت الرز؟ لبيه. نقعت الرز؟ ايه. ما نقع يكذب عليك سالم. بلا نقع اشوف انا. ها الرز ولا خلاص؟ حبه ولا خلاص؟ اي الرز المنقع هذاك لي ما هو له. لا لا لا. يبي حالي. وين هو؟ وين وديته؟ الله يكفاني ان شاء الله يا عبد الله عبد الرحمن لا تخلي ذا اليوم أكسر. انا بس بعلمك يا سالم. لا تخلي ذا اليوم اكسر في قضيه تقتل في ذا المطبخ. لا 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 حلم حلم. لو سمحت يا عبد الله. تفضل هناك نقع رزك يا رجال شو قاعد من حولي تفضل يا عبد الله نقع رزك الله يعينك يلا ابى اطبخ رزي من غير ما نقع سالم قصيده ولا شله ولا اي شيء يا جماعة عند لا 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 سلام سياح انا قاعد اعتبر ادري فنان ما ايش قصيده اي قصيده شله اي شيء حماسيه يلا خلينا نطلب تركم ما طلبتكم اضبط الشغله تحمستوا يلا عطى المايك عبد الله عبد الرحمن معوض صوبي تم يلا عبد الرحمن يلا خلص ايش؟ ايش باقي؟ تبي قصيده تبي شيء تبي اي شيء اسلم ايش عندك؟ يقول اقول من محطات العتب يا غايبين غايبين من بقى منكم على العهد وصفا صفا زحمة الذكرى بدرب العابرين تشعل اطراف الاماكن بالدفا تذكرون وتذكرون وخابرين يوم اغانينا مراسيل الوفا صاحبي لا تعتذر لي بالسنين السنين اسهل معاذير الجفا اتصل بي واتصل بك من حنين لا تعلقنا ورق ولا تفا سلامتكم الله حلوه ونقع الرز الله يرضى عليك الله يجعلني في بيتك يا يا سالم معاد يقول يا طويل العمر والسلامة يقول لا اي والله يا سلام يقول راسي شاب فيه شيبه وشبه شبه غير جماله عقب ما كان زاهي زاهي والشيب يا راسي نذير منبه عسى يوقظ غفلتي بانتباهي نصف العمر قفه وكني بغبه مشغول في الدنيا وسالي ولاهي فرق الاهل والمال واللي نحبه لابد منها غير مدري متاهي تاهي فرق الاهل والمال واللي نحبه لابد منها غير مدري متاهي والقلب غصن والهبايب تهبه مروا عليهم تيهينها وتاهي انا سرت في درب الهوى والمحبه لكن يعرف وجهتي واتجاهي ما سرت في دربني ورث مسبه ادخل على ربي بوجهي وجاهي الله سلام. اشكرك ابن معدي تشكر انت خلصت صح؟ خلصت عاد بقى شيء؟ ما عاد الا طلبت الله رزقك لك كبيته؟ لا ايه. شوك خلطة كلها زوغ وانت يا عبد الله ما عاد باقي لي طلبة الله يلا يلا خلاص خلنا نروح نقعد هناك اي والله اجيب لنا ما ايش رايك؟ اللي تبغى يا سالم راح اجيب لنا من بارد ما في ما بارد؟ ها؟ هذا كرتون انت خالد هناك الكرتون يلا دندن يلا شباب يلا ودي العيال اللي هناك ترى متاخروا يلا اجيبهم لك يا اعداد العيال الاثنين اللي عندكم خليهم يجون ولا خاصهم عليهم يلا رايد الحربي حسين الصعيري بعدي العشرة من لما جيت وخصم عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة حلو خمسة ليش ليش نزلها؟ اوكي خلاص 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 الحين رزقكم امور طيبة بيك ايه 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 كم باقي لكم؟ يلا باقي من الوقت لعندك ربع ساعة